تصدر تلاميذ وتلميذات إقليم سيدي إفني البطولة الجهوية للعدو الريفي المدرسي التي نظمت يوم الأربعاء بسيدي إفني تحت شعار الرياضة المدرسية دعامة أساسية لترسيخ قيم المواطنة. وتندرج هذه البطولية في سياق تنفيذ برنامج النشاط الرياضي السنوي للموسم الدراسي 2017-2018 لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتنسيق مع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية والفرع الجهوي والفروع الإقليمية التابعة لها بالجهة. كان السباق شويه صعيب، انا هنا باش نمثل المدينه ديالي والثانويه ديالي ثانويه اعداديه منصور الذهبي بطنطان، وكانوا عدائين هنا تاع سيدي إفني، كانوا قاصحين شويه ولكن الحمد لله قدرت نتغلب عليهم. وتتوخى هذه التظاهرة الرياضية الارتقاء بالممارسة الرياضية في جميع الرياضات ولدى جميع الفئات، إضافة إلى الرفع من عدد المشاركين والمشاركات في جميع الرياضات، مع العمل على تنظيم المنافسة الرياضية المدرسية خارج المؤسسات التعليمية بهدف التعريف بالرياضة المدرسية ومزايا ممارستها بصفة منتظمة. وتوجت البطولة بتوزيع الجوائز والميداليات على الفائزات والفائزين، فضلا عن تكريم عدد الفعاليات الرسمية والمدنية منهم جمعية الضياء لذوي الاحتياجات الخاصة.